افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2016 المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات خطوط الأنابيب وإدارة السلامة الذي تستضيفه مملكة البحرين بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات في فندق الخليج، والذي يشارك فيه أكثر من 600 مشارك من 17 دولة. سوف يناقشون ويستعرضون أكثر من 75 ورقة عمل. كما قام سعادة الوزير بافتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه أكثر من 40 شركة من عدة دول عالمية وإقليمية وخليجية، التي عرضت أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال، حيث يعتبر هذا المعرض فرصة جيدة للزوار والمهتمين للاطلاع على ما هو جديد وحديث في صناعة أنابيب النفط ووسائل السلامة التي تساهم في إطالة العمر الافتراضي لخطوط الأنابيب.